السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. مرحبا. عود قمري للبيع، المهم اللي بغى الخوت مرحبا. ثمن معطية فيه 100,000 ريال، أوكي تواجد في المعزيز ومازال الخير، مازال كاينين خويا غنبارطاجيو معكم في هذا الفيديو. وهذا الإخوان برقي، بالنسبة للسن ما قاليش وما عارفين، تتشاوروا اللي بغاه يعيط لي ويتواصل معاه. والثمن هو اللي قال لي الثمن ديالو اعطاوه 300,000، طلب فيه جوج ديال المليون، اعطاوه 1.5 مليون، طلب فيه جوج. واللي بغى يتواصل على الرقم الله يسر لكم. انا ما نقول لكم لا فلان راه داير لا فاعل، المهم المعامله هي اللي كتخلي الواحد يعرف اش كاين. المهم حنا بارطاجينا معكم كومونتيرات الخوت. العود ها نتوما شفتوه برقي، بالنسبه للسن ما قال لياش، اللي مهتم بالامر يتواصل بالرقم. المهم الثمن راكم عرفتوه، وتحياتي لكم جميعا. وراه مازال غنبارطاجي معكم شي حاجه اخرى في هذا الفيديو هذا، نيت خليكم معنا ما تزبيوش ما تمشيو فين. وهذا الدهم الاخوان معطيه فيه 180,000 ريال، المهم غير صوره ما عندوش فيديو. 9,000 درهم. او اللي بغى يتواصل بالسيد سي ايوب والله يسر لكل واحد. والتعليق ديالكم على حساب اذا تواصلت ولقيت شي حاجه ماشي هذيك خليوها في التعليق. اول مره ثاني مره وقيلا نبارطاجي ليه، المهم مازال واحد بيرسا ارب غنبارطاجيها مور هذا الشيء هذا. وهذه بيرسا ارب الخوت، اللي بغاها مرحبا. سميتو كناش او الدفتر ديالها، اللي بغاها مرحبا يتواصل على الرقم، نفس الرقم هذا الشيء قال اللي بارطاجيت معكم. وتحياتي للجميع وكنشكركم على التشجيعات، والله يسر لكم الامور ديالكم ويحفظ لكم وليداتكم وبنياتكم. المهم دوزو بخير.